السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله متابعي قناة LM Morocco سوف نشرح اليوم الطريقة الصحيحة والفعالة لفتح حساب بنكي في البايبال وطريقة ربطه ببطاقة بنكية من نوع MasterCard أو Visa Card، يعني أي بنك يمنح هاتين الخاصيتين أو هاتين البطاقتين ماستر كارد أو فيزا كارد، أي بنك في بلدكم يمنح هذه القضية، اذهب عنده وافتح حسابا عنده واطلب منه أن تكون البطاقة من نوع ماستر كارد أو فيزا كارد، يعني هذه موجودة في أي بنك أي دولة، موجود بنوك يدعمون الماستر كارد والفيزا كارد. سوف نشرح إن شاء الله كيفية تفعيل الباي بال وفتح حساب الباي بال وطريقة تأكيده من الجيمايل وكل هذه الأمور سوف نشاهدها إن شاء الله بعد الفاصل. إذن عدنا وكما قلت لكم سوف نشاهد سوف نعاين كيفية فتح حساب في الباي بال. ما عليكم بعد الذهاب إلى البنك وطلب البطاقة البنكية من البنك الذي تريدونه أنتم، سوف تنتظرون تقريبا أسبوعا إلى 10 أيام لكي تخرج البطاقة. في هذه البطاقة سوف يخرج لكم 14 رقما، يعني سنذهب إلى جوجل. أجل سنذهب إلى جوجل، أنا عندي حساب في ماستر كارد في سي أش عفوا بالمغرب. سوف نذهب إلى جوجل ونكتب عادي بطاقة بنكية ماستر كارد، يعني وكما تشاهدون هنا فيزا يعني أي بطاقة ماستر كارد أو فيزا كارد أو أي بطاقة كيف ما كانت يكون تشاهدون الـ 16 رقما الموجود هنا، هذا هو رقم البطاقة. وتجدون إذا قمنا بالبحث جيدا سنشاهد مجموعة من الميزات، مجموعة يعني لا يمكن أن تجد بطاقة بدون 16 رقما، لا يمكن. فهاد 16 رقما يميزونك أنت وحدك، لا دخل للعامة بهما. إذن كما تلاحظون هذه هي البطاقة، هذه فيزا وهذه ماستر كارد. إذن سوف نذهب لفتح حساب في الباي بال. أول خطوة سنقوم بها إن شاء الله هي فتح خانة جديدة، وكتابة إقبال عادي أو سنكتبها بالإنجليزية. إذن باي بال .com عفوا هنا وضعت ناني بي. إذن paypal.com سوف يأخذني مباشرة إلى
يعني سيأخذني مباشرة إلى القائمة الرئيسية والواجهة الرئيسية. دونك إذا سوف نقوم هنا بتسجيل الاشتراك. ستجدون ارتعيت أن أشرح باللغة العربية لكي يفهمني الجميع. إذا عندما تقوم بتسجيل الاشتراك هنا يقول لك personal account or business account، يعني حساب شخصي أو حساب يعني business، يعني شركة أو ما إلى ذلك. بطبيعة الحال أنت بطاقة شخصية ستقوم بوضع العلامة على personal account. إذا وضعت العلامة هنا سوف يعني شركة أو ما إلى ذلك، ولكن إذا وضعت هنا سيكون حسابا شخصيا. إذن أعمل continue. هنا بحسب الاي بي الموجود بالهاتف يعني اوتوماتيكيا يذهب بك الى الدولة الذي انت فيها. يعني هنا تجد الاسم الاول، عفوا هنا تجد الاسم الاول يعني الاسم الشخصي. تكتب اي اسم، يعني الباي بال يشددون على المعلومات يجب ان تكون صحيحة، يجب ان تكون صحيحة 100%. يعني نفعل هنا مثلا خالد، وهنا هذه فقط مثال، يعني انا لدي حساب ولا اريد ان اجرب حساب موروكو. هنا الاسم الاخير يعني الاسم الاخير يعني ليس الاسم العائلي ديالي، اسمي العائلي موروكو، لكن انت اكتب اسمك العائلي الصحيح الموجود في البطاقة. عنوان البريد الإلكتروني سنكتب أي شيء. تن 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 تن. إذن ستكتب عنوانك الإلكتروني الصحيح الذي ستقوم بالتسجيل والفيريفيكيشن، يعني بالتسجيل وتأكيد حسابك من الجيميل. يعني هنا تنشئ كلمة المرور عادي، سيقول لك التالي. هنا تن 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 تن. للمعلومة فقط يعني كلمة المرور يجب أن تكون قوية جدا. يعني أحسن نطع أي شيء. المعلومة صحيحة. سوف نكتب التالي. إذا قمت بالتالي سوف أدخل تاريخ الميلاد كما هو مكتوب في 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 الباي بال، أو لا في عفوا كما هو مكتوب في البطاقة الوطنية أو في جواز السفر أو في كما ستشاهدون في الخطوة التي تليها. يعني هنا تاريخ الميلاد ستكتبه كما هو مكتوب في البطاقة الوطنية أو جواز السفر أو ما إلى ذلك. هنا رقم إثبات الهوية، يعني هنا رقم إثبات الهوية إما رخصة القيادة إما رقم جواز السفر أو إما بطاقة الهوية. أنا أفضل بطاقة الهوية، يعني البطاقة الشخصية أصرح بها في بلدكم. هنا تكتب سطر العنوان، يعني تكتب هنا مثلا هنا يعطيك هنا day month years، يعني اليوم والشهر والسنة تاريخ الميلاد. هنا المغرب، بطاقة الهوية، رقم البطاقة الموجود على هو رقم جواز السفر وما إلى ذلك. سطر العنوان يعني تكتب العنوان هنا الصحيح كما هو موجود في بطاقتك الوطنية.
وأوجه السفر وما إلى ذلك. يعني تكتب العنوان كما هو موجود، الرمز البريدي لمدينتكم، وتختار المدينة أو البلدة أو القرية الموجود فيها. هنا تكتب نوع الجوال، يعني نوع الجوال منزلي أو جوال، نوع الهاتف عفوا الجوال أو منزلي، يعني نقال أو منزلي، يعني تفعل الجوال غالبا. رقم الهاتف تكتبه هنا. هنا لن تظهر لك زائد 212 إلا إذا كنت في المغرب، كل بلد ولديه دليله الرقمي. يعني أبقي للاستداد بشكل أسرع. أقر بأنني قرأت، يعني ستوافق على هذه يعني ستوافق على هذه البطاقات. يعني هنا مثلا نكتب داي دوز 12 006 19 19 19. هنا تكتب بطاقة الوطنية سي أو لك 12 5. سطر العنوان أي الكوتر. هنا إذا كان العنوان طويلا سوف تكتب هنا، إذا كان العنوان طويلا جدا سوف تكتب هنا التكملة. هنا الرمز البريدي، يعني تختار المدينة الرمز البريدي. يعني أنا سأختار مدينة هنا المدينة. يعني نعم، هنا رقم الهاتف ستدخل أي رقم هاتف. أجل وتضغط على موافق وإنشاء حساب، مباشرة سيؤدونك إلى الواجهة. لقد أتممت إنشاء حساب، ما هي الخطوة التالية؟ نعم، الخطوة التالية سوف يرسلون لك حسابا أو لا، سيرسلون لك رسالة في الجيميل لتأكيد حسابك الجامعي. يعني هنا سوف نذهب لأريكم الرسالة التي يرسلونها إليكم. عفواً. نعم. يعني هنا الرسالة سوف تلاحظون. نعم أو لا، ماشي، ليست هذه. إعدادة الحساب. هنا يطلبون منك، يرسلون لك هذه الرسالة ويطلبون منك تأكيد عنوان البريد الإلكتروني، يعني البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به سوف تؤكده هنا بخطوات بسيطة. سوف تضغط على هذه الأيقونة الزرقاء هنا لتؤكد حساب الباي بال وليكون حسابا مفعلا صحيحا جدا. سأريكم كيفية ربط إن شاء الله البطاقة البنكية، كل شيء في هذا الفيديو.
هنا عندما تدخلون إلى هذا يعني هذا هو حسابي الصحيح. سوف تجدون هنا ربط البطاقة الوطنية، ربط البطاقة الوطنية. نعم هذه البطاقة التي ربطتها فيزا كارد، نوع فيزا كارد. هنا الحسابات البنكية، يعني الحساب البنكي عادي ليس بماستر كارد أو فيزا كارد سوف تربطه بالباي بال، أو ربط البطاقة البنكية. تضغط على هذه العملية وتضيف هنا أضف نوع بطاقة، نوع البطاقة هنا نوع البطاقة فيزا أو ماستر كارد أو أمريكان إكسبريس أو ديسكوفر. رقم البطاقة تكتب الرقم الصحيح للبطاقة الوطني للبطاقة البنكية عفوا، 16 رقما موجود على البطاقة. هنا تكتب تاريخ الانتهاء، هنا الشهر وهنا هنا الشهر وهنا السنة، تاريخ انتهاء الصلاحية تجدونها في البطاقة. ثم تقلب البطاقة كما موضح في الصورة، كما موضح في الصورة تقلب البطاقة وتجد الثلاث أحرف الرئيسية، ثلاث أحرف الرئيسية المميزة للبطاقة أو الخاصة ببطاقتك. هنا تجد العنوان، عنوان غالبا اوتوماتيكيا يتم التسجيل فيه اوتوماتيكيا، او لا يعطونك العنوان اوتوماتيكيا انطلاقا من تسجيلك. وهنا يعني في حين انتهاك من هذه المعلومات سوف تضغط على حفظ وليتم تأكيد الحساب البنكي. سوف تدخل إلى الفيريفيكيشن إلى حسابك على الانترنت ليصلك البي بي نجمة فيه 4 أرقام، وتقوم بنسخ تلك الأرقام الأربعة إلى الخانة إلى الكود الخاص بذلك، يعني وتكون قد أنهيت عملية التسجيل وعملية تفعيل البطاقة. مبروك عليك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا شاهدتم أن هذا الفيديو قد نفعكم أو أي استفسار أو تساؤل اكتبوه في التعليق سأجيب عليه إن شاء الله. تقبلوا مني أحلى التحيات مع قناتكم الام موروكو، إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.